عملت محافظة بورسعيد على تطوير الشواطئ لاستقبال المصطافين من جميع المحافظة. تمتد شواطئ بورسعيد لمسافة 6 كيلومترات ببورسعيد وكيلومترين ببورفؤاد. أماكن سياحية وترفيهية عديدة تتميز بها محافظة بورسعيد، ومن بينها شاطئ البحر المتوسط الذي يمتد إلى 6 كيلومترات بمدينة بورسعيد وكيلومترين في مدينة بورفؤاد. المحافظة لم تتوانى عن تطوير الشاطئ، وقامت كذلك برفع كفاءته لاستقبال الزوار الذين يأتون من جميع أنحاء المحافظات للاستمتاع بفصل الصيف. بورسعيد بتتميز برحلات اليوم الواحد، الخدمات الكتير اللي بتتقدم في اليوم الواحد ده من خلال طبعا الرواد اللي بيجوا بالنسبه لسوق السمك، بالنسبه للمزارات السياحيه اللي موجوده في بورسعيد، جبل المال، حديقه فريال، المسله، الشاطئ. وتتعدد المشاهد الرائعه على شاطئ بورسعيد بين لعب الرياضات المختلفه ككره القدم والراكت وغيرها من الالعاب الشاطئيه، وممارسه السباحه داخل مياه البحر للاطفال والكبار. بقول لكل الناس تيجي تزورنا في بورسعيد وتيجي تستمتع بالشاطئ المجاني اللي بيمتد 6 كيلو من الحاجز الغرب لقناة السويس لغاية المطار. شاطئ مفيش أي تيكت، مفيش أي، وعليه خدمات عظيمة جدا جدا. بدأنا الحمد لله وما كانش يعتبر في حالات غرق خالص الحمد لله. المنقذين مؤهلين جدا لأي حالة ممكن تحصل في أي وقت الحمد لله. زوار محافظة بورسعيد يقومون كذلك بمشاركة الصيادين في رحلات خاصة بهم على الشاطئ وشراء الأسماك الطازجة. متعودة أن أنا على طول أجي هنا عشان المكان هنا حلو قوي، أنا وأصحابي وبنيجي ونقضي اليوم، بننزل البحر وهنا في غدا حلو قوي. إحنا والله بنيجي بنجيب طبعا مستلزمات بتاعتنا، كل حاجة تقضينا اليوم. باجي كل سنة هنا بصيف وبلعب مع أصحابي، باجي أنا وماما وبابا. باجي ساعات أقعد بالليل فيه، مش شرط إن أنا باجي أنزل مية، والمية بتاعة بورسعيد طبعا معروفة، ناس كتير بتيجي تصيف هنا. هذا وتسود حالة من الفرحة والسعادة بين الأهالي والزوار من المحافظات الأخرى خلال تواجدهم على الشاطئ وتناول الوجبات المختلفة والاستمتاع بحفلات السمسمية، هذا الفولكلور الشهير الذي يميز مدن القناة.